السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة سكاي نت ترحب بكم ويسعدنا أن نضع بين أيديكم برمجة البرودباند التندا لتوزيع الإنترنت وايرلس عندك داخل البيت. طبعا راح نفتح أول حاجة القطعة ونضع الاي بي تبعها اللي هو 192.168.0.1، ده راح تفتح بالشكل اللي أمامكم. راح نختار Advanced Setting. اول حاجه راح نضع فيها اليوزر والباسورد اللي احنا اعطيناكم اياه من شبكه سكاي نت. اول حاجه راح نختار ادفانس سيتنج، ثم نذهب الى وين سيتنج. طبعا هي حتكون على المود بي 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 او اي. راح نضع الاسم المستخدم في الخانه الاولى اللي هو، طبعا انا حط اسم المستخدم تبعي @skynet.bs. طبعا هنا الباسورد راح نختار الباسورد اللي انتو اللي معاك، كل يوزر كل مستخدم له باسورد بيختلف عن الثاني. راح اضع الباسورد تبع انا وليكن تمام. راح نضغط اوكي. الرساله بتقول لك تحفظ كلمه السر، ممكن انا بدي احفظها ابديت. تمام حفظنا اياها. الان عملنا اللي هو وضعنا داخل القطعه اليوزر والباسورد تمام. الآن أذهب إلى Wireless Setting. Wireless Setting طبعا راح نغير فيها شغلتين. أول حاجة راح نغير اسم القطعة. القطعة بتجيك أول ما تجيك تظهر عندك في الوايرلس، في الوايرلس بيطلع اسمها تندا ورقم وراها. راح نغيره هذا، نسميها أنا بدي أسميها سكاي نت على شات، وراح نضغط اوكي. طبعا زي ما شايفين الرساله هذه بتقول انه ما بينفعش تحط اللي هو الشحطه هذه غير اندر تمام. راح نحطها هيك تمام اوكي اخذها. طبعا راح القطعه تفصل من الوايرلس، اذا انت كنت شبكه زي انا شبكه عليها وايرلس راح تفصل من الوايرلس ترجع ثاني لانه تغير اسمها. في القائمه راح ننتظر راح يتغير اسمها تمام. راح نشبك على سكاي نت على اشعه، نرجع نكمل الاعدادات. خليكم معنا تمام حلو. الان اسم التندا راح وصار عندك الاسم اللي انت وضعته تمام. راح نختار ايضا كيف نضع عليها باسورد. راح نذهب الى قائمه وايرلس، الى وايرلس سكيورتي تمام. هين بدنا شويه تركيز يا جماعه. وايرلس سكيورتي الدبليو بي اس سيتنج هي انيبل، راح نعملها ديسيبل تمام. قائمة السكيورتي مثل ما شايفين السكيورتي مود معطلة. لما نضغط على الدبليو بي اس سيتنج، لما نضغط عليها ديسيبل راح تنفتح معنا. راح نختار نوع التشفير اللي احنا عايزينه، يا اوبن شير دبليو بي اي بي اس كي. راح اختار التشفير هذا دبليو بي اي بي اس كي تمام. اخترنا التشفير. الان الدبليو بي اي اللوغاريتم راح اختار اول واحدة اللي هي اي اي اس تمام. راح اضع الباسورد اللي انا عايزه اللي بدي اياه الخاص فيا على قطعه التندا. راح اضع باسورد وليكن زي ما مكتوب 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام، وراح اقول له اوكي. الان ايضا كمان مره راح تفصل معك وترجع وتشبكها ثاني لانه الان حيطلب باسورد انت وضعت عليها باسورد تمام. هذه طبعا سكرت ديسكونكت. راح نعمل على الجديده سكاي نت. ثواني سكاي نت ونقول له كونكت. راح يقول لنا هين بدي باسورد اللي انت حطيته، نقول الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 ونقول له نكست. طبعا هين بقول لك بدك تعمل شيرنج على، انا ممكن اقول له نو. راح يشبك. طبعا انا عشان سمارت سكيورتي راح اقول له بابليك نتورك تمام. هيك احنا انتهينا من عزات التندا، جهزناها باليوزر والباسورد، وجهزنا ايضا غيرنا اسمها للاسم اللي بدنا اياه وحطينا عليها ايضا السكيورتي. ممكن ايضا في خيارات ثانيه كثير مليانه خيارات، بس هذه اهم خيارين اللي احنا ممكن نعملهم نستفيد منهم عندنا في الشبكه ولكل مستخدم. ممكن هيك تمام كويس. ممكن كمان لو بدنا نعمل لها ريبورت نيجي على قائمه سيستم تولز، بدنا نعمل ريبورت لها سيستم تولز. راح نختار على ايش ريبوت ذا راوتر، ريبوت ذا راوتر وريبوت ذا راوتر اوكي. وراح نختار اوكي
راح تشوف كيف بده يعمل ريبوت. خلينا ننتظر نصف دقيقة. تمام، هيك بنكون مع بعض عرفنا كيف نضبط اعدادات البرود باند اللي هي التندا. طبعا شكرا لجميع الذين يشاهدوا هذا الفيديو، ومع تحيات شبكة سكاي.